إذن لحظة اللي تجمعهم العديد من القواسم المشتركة ويلتقون في هذه المباراة، تحدي قوي آخر ليأخذرنا من أجل الاستعداد لي. موطني عشت فخر المسلم، عاش موطني عشت فخر المسلم. عودة الأخضر فيها مع مباراة الودية والآن مع المنتخب النيجيري في مباراة في باللون الأبيض بين منتخبنا والتشكيل لنيجيريا في المباراة بالتأكيد المنتخب العربي ثلاثة كما المنتخب السعودي والأخضر من أفريقيا. المنتخب حساب هذا الامر ليس كل اللاعبين كانوا كره موجوده في اليمين والى خارج التمارين من بدايه المنتخب النيجيري بقياده المدرب اليمام ياكوبو في عدد الاهداف الدوليه مع المنتخب النيجيري، لذلك لديه حافز للين مع المنتخب النيجيري بالتاكيد لتصدي الاصل. الكره تاتي ماو تلعب الكره ابعاد من فيصل ملعب بورتيماو تلعب الكره ابعاد من فيصل مع بيسير. هنا كره ملعوبه تأتي بإبعاد للبر للمنتخب النيجيري أمام الصقور الخضر، أسرع ويقطع ويأخذ مسافات أعلى في التحليق، وإن شاء الله أخضرنا يحلق في الاشتراك بين أوسيمين والبليهي الخطير الهداف في العويس بجوار أوسيمين. بونيفاس المهاجم الثاني بجوار أوسيمين. الكرة موجودة الآن فرصة فهد المولد. مانشيني بالتأكيد شاف مباريات المنتخب من كأس العالم حتى فاز في الرسميات. سيطر على الكرة الجميلة من بقدم هذه المباراة، هذه تمريرة وصلت لفيصل. هي الكرة لي فراس البركان يتابع كورته بعد ما حاول التمرير. انديدي لاعب محور دفاعي قوي، انديدي كابتن الفريق. جيري الآن فرصة، أوسيمين وصلت للكرة في مكان خطير. والكرة بيسيرو يتابع، وهذه العرضية ممتاز جدا. دوري برتغالي حينما قابل بفريق بوافيشتا فريق بورتو مينينسي في 19 أغسطس فازوا 4-1. لاعب طرف قوي أو يملك أطراف قوي بين النيجيريين بالتأسيس الأوروبي خاصة. هذه الكرة ناصر يفتك الكرة حصل الكرة بعد الخطأ بالتمرير، وهيئ الكرة وسدد مباشر لفركوزي. أوسيمين وصلت الكرة مع العمري قاتم امام أوسيمين، لكن أوسيمين خطير. أوسيمين يهيئ والكره الثانيه مريره. حتى الان نسبه التفاهم، هذا أوسيمين تحركات الاوزوهو حارس مرمى أمونيا القبرصي اللي معنا في الصوره 24 سنه. ياخذ العمق الان يفتح في اليسار يلعب لي يسوي الكرة اوروبيا. اللمسة الأخيرة تبقى يعني هي اللي تفرق اللاعب النيجيري عن أي لاعب عالمي آخر. يواجه منتخب أفريقي، مانشيني مع منتخب إيطاليا واجه. تأتي للمنتخب النيجيري اللي مسيطر بشكل كبير. كرة موجودة في الجهة اليمنى، إيبوهي لوكمان يلعب كرة يبعدها علي البليهي. تأتي الآن الكرة في اليمين، تشاكويزي قادم يسرع تمريرة ذكية وصلت لأوسيمين يسدد. أوسيمين خطير، شوف كيف نجح في التهديد. شوف من امام الخيبري، ضيق الخيبري صح، لكن تلعب من امام مهاجم بامكانيات عاليه. شوف 0-0 وبعد ذلك نشوف خياراتنا الهجوميه في الشوط الثاني. هنا لوكمان في الجهه اليمنى، فهد المولد يحاول في هذه الكره اخر هجمه في شوط. الان تمريره لوكمان ممكن يعوض، خطير في هذه الانطلاقه. نلعب على ساحه الحكم الفرصه يلا ان شاء الله في الشوط الثاني، والكلمه مع زميل لا
Oh,